قندري نصري أو عندهم انفتاح في التكتل قتلك حتى بين النهضة ترى فيه انفتاح. المشكلة عندكم في المعارضة التكتل مش واضح, التكتل موقف غير واضح. اليوم اليوم يقول الحكومة غير متحزبة, إيش معناه؟ هل أنت مع حكومة قد وطني ولا مع حكومة واحد وطني؟ عطونا إيش معناه حكومة غير متحزبة؟ أنت مع الحوار؟ إحنا مع الحوار. أشكون مش أشكون ضد الحوار؟ نحن الكل مع الحوار, نحن الكل مع الحوار. ولكن شنو حل؟ كان كما حكومة القذ وطني, حكومة غير متحزبة كما نادى بها المجلس الوطني نتاعكم. راهو عندكم خمسة وزراء اليوم موجودين في حكومة سياسية, والمطلوب هو خروج من الحكومة هذه باش نبدو في تكوين حكومة جديدة, حكومة القذ وطني. بس سامحني سامحني بشوي. إذا كان أنتم تقولوا في المجلس التأسيسي, في المجلس الوطني التأسيسي مشينا خطوة كبيرة, أنا أختي لبنى موجودين في لجنة التوافقات وهذه كلها من بينها تكتل, اقتراحات تكتل, هذه نقاط الاختلاف في الدستور, معناها الدستور كامل مختلفين فيه, وهذا قرار لجنة التوافقات اللي مساعد فيه رئيس مجلس الوطني التأسيسي, وأن اتفقنا في الفصل 48 فضل وهو إلى متى سنبقى في اللجنة هذه نناقش في الدستور إذا كان هذا كل هالفصول هذه كل مختلفين عليه؟ وين التقدم في الدستور؟ نحن رانا وقت اللي اقتنعنا كنواب, سمعني كنواب منتخبين اقتنعنا وأن لا يمكن وأن نوصل لانتخابات نزيهة وشفافة في ظل هذا المناخ في أقرب وقت ممكن, انسحبنا حتى نوفر الفرصة وأن جي حكومة إنقاذ تنقذ البلاد. إيش معناها؟ توفر مناخ نتاع انتخابات, تحل روابط, تراجع تعيينات. هذه الحكومة لا يمكن أن يكونوا أعضاءها متحزبين, لا يمكن أن يكونوا أعضاءها منتمين إلى أحزاب, ولا يمكن أن تكون محاصة سياسية لأنها فشلت. قلنا لأنها فشلت مرتين, والشاهد على الفشل لو تحه رئيسها الأول حمد الجبالي. ثم اليوم أنا جايك اليوم الكلام اللي نحن نتوجه به للشعب التونسي فعلا, وأن هل نحن مع إنقاذ تونس أم لا؟ هل نحن كل مع الحوار؟ فمش حتى بعد يقولك نحن ضد الحوار, نحبوا ننقذ بلادنا ولا؟ أي هذا